عجبكم هذا الفيديو في احسن ظروف ان شاء الله، يكون يعجبكم ان شاء الله الرحمن الرحيم. غادي نفصل واحد جلابه خفيفه وظريفه، ماشي شي جلابه شي معقده. الفوطه التوب ديال الفوطه خص الماء ديال الفوطه يدوز يهبط باش ما تجي تعطي اللون غامق. وغادي طبعك غادي تاكل على سيدي عندها في الكتاف 38 19 زائد 1 20 الكول 8. غادي نهبط 3 الكول، غنهبط بجوج، غنهبط ب 24 دي عندها أربعين 58 عندها في الصدر 28 عندها في البطن 26 عندها في الحوض 30 هذا الشيء خفيف ظريف ان شاء الله. نتمنى يجعل قلوبكم خفيف. سنقلبها هكا طول 130 غنحيد الطرف الظهر غادي نهبط 9
زائد ديك جوج 11. غندخل بسنتيم في التركيز اللي قدامي، غنقص سنتيم في الكتاف. صلى على النبي. اوكي باين. والقب الجيب ما عرفت واش نديرهم ولا لا، على حسب الرفه ديال مولاتها. غادي نحط 13، صافي الله نقسم بستوري الطباشير ما كيبانش في الخطة، سمحوا لي الطباشير ما كيبانش. كمين عندها 54، 58 ديال التخفيفة. نشوف القب غادي ندير 4 سنتيم. نهبط
ندير 30 نهبطو 30 غنطلع من 40 9 سنتيمات نمشي نيشان ندير 30 25 أبدا 23 غادي نقسم الهنت غادي نقسمها هنا غادي ندخل بخمسة سنتيم وهنا خمسة سنتيم هاج جلابتنا واجدة إن شاء الله يا ربي إيوا تنخيطها ونرجع لكم إن شاء الله